تشتاق إلى القرآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في الحديث عن مبحث مخارج الحروف، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن أول مخرجين من هذه المخارج. لو تذكروا، نحن ذكرنا أن مخارج الحروف العربية قد قسمها العلماء إلى قسمين: مخارج رئيسة ومخارج خاصة. المخارج الرئيسة ذكرنا أن عددها 5 مخارج أو 4 مخارج: الجوف والحلق والفم أو اللسان والشفتان والخيشوم. هذه هي المخارج الرئيسة. هذه المخارج الرئيسة تحوي مخارج خاصة. كنا في الحلقتين الماضيتين قد تحدثنا عن المخرج الأول من المخارج الرئيسة، وهو مخرج الجوف، وذكرنا أن الجوف إذا أطلقه علماء التجويد فإنهم يعنون بذلك خلاء الفم وخلاء الحلق. مجموع هذين التجويفين، خلاء وهذا الفراغ وهذا التجويف، التجويف الحلقي والتجويف الفموي، مجموع هذين التجويفين هو الجوف. الجوف هو مخرج مقدر، لأننا لا نستطيع أن نقول أن الحروف التي تخرج من الجوف تخرج من مكان بالتحديد. طبعا الحروف التي تخرج من الجوف هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. لا نستطيع أن نقول أن الألف تخرج من ذاك المكان بالتحديد، كما لا نستطيع أن نقول أن الواو المدية تخرج من ذاك المكان بالتحديد أو الياء المدية، لأنه لا شيء يقطع صوت الحرف ويبتر الحرف، إنما هي حروف جوفية تخرج من الجوف ويتلاشى صوتها ويخمد شيئا فشيئا إلى أن ينقطع الصوت. لذلك لا نستطيع أن نحدد مخرج هذه الحروف بالتحديد. لذلك العلماء يقولون أن مخرج الجوف هو مخرج مقدر. لاحظوا مثلا قال، لاحظوا هذا ألف، لا شيء يقطع صوت الألف، إنما هو صوت هوائي يخرج من الجوف ويتلاشى الصوت ويخمد شيئا فشيئا. قا، لاحظوا أيضا الياء المادية قي، أو الواو المادية قو، كل هذه الحروف تخرج من الجوف، وقد شرحنا هذا وبيناه شرحا وافيا كافيا بفضل الله جل وعلا في الحلقة الماضية. أيضا تحدثنا عن المخرج الثاني من المخارج الرئيسة، وهو مخرج الحلق، وذكرنا أن في الحلق 3 مخارج خاصة. عندنا أقصى الحلق وهي منطقة الأوتار الصوتية، وذكرنا أنه من هذا المكان يخرج حرفان: الهمزة والهاء. وذكرنا أن الهمزة تخرج، الهمزة الساكنة تخرج بانقفال الوترين الصوتيين، والهمزة المتحركة تخرج بتباعد الوترين الصوتيين، وذكرنا أن الهاء تخرج
بالتقارب الشديد بين الوترين الصوتيين. طبعا أقصى الحلق هي أبعد منطقة من الحلق إلى مقدمة الفم، يعني هنا. المخرج الثاني من مخارج الحلق الثلاثة هو وسط الحلق، وهو منطقة لسان المزمار. طبعا لسان المزمار هي اللحمة التي نراها متدلية إذا فتحنا أفواهنا أمام المرآة. من هذه المنطقة، وهي منطقة لسان المزمار أو وسط الحلق، يخرج حرفان وهما العين والحاء. المكان الثالث والمخرج الثالث من مخارج الحلق الخاصة هي أدنى الحلق، وهي أقرب منطقة من الحلق إلى مقدمة الفم. من هذا المكان يخرج حرفان هما الغين والخاء. طبعا أدنى الحلق هي منطقة التقاء جذر اللسان مع الحنك اللحمي. طبعا لو تذكروا، نحن لما تكلمنا عن اللسان ذكرنا أن اللسان أقساما. آخر منطقة من اللسان، أبعد منطقة من اللسان إلى مقدمة الفم، هي جذر اللسان. عندنا بعده أقصى اللسان، ثم وسط اللسان، ثم رأس اللسان أو أدنى اللسان، وهذه حافة وهذه حافة. لابد أن تتصوروا أجزاء اللسان، لأننا إن شاء الله سنتحدث اليوم عن مخرج من المخارج الخاصة من المخرج الرئيس، وهو مخرج اللسان. أيضا لما تكلمنا عن الحنك الأعلى ذكرنا أن له أقساما. آخر منطقة هي اللهات، وعندنا الحنك اللحمي، ثم عندنا الحنك العظمي، ثم عندنا مقدم الحنك، وعندنا اللثة. طبعا كما أسلفت، الحلق عندنا فيه ثلاثة مخارج خاصة. عندنا أقصى الحلق ويخرج منه حرفان الهمز والهاء، ووسط الحلق ويخرج منه حرفان وهما العين والحاء، وعندنا أدنى الحلق ويخرج منه حرفان وهما الغين والخاء. الآن أيها المباركون، ننتقل إلى المخرج الثالث من المخارج الرئيسة، وهو اللسان. طبعا اللسان هو أكثر مخارج الحروف أو أكثر المخارج الرئيسة حروفا. اللسان يخرج منه 18 حرفا، عندنا 18 الحرف يخرج من اللسان. طبعا اللغة العربية فيها 29 حرفا، هذه الحروف المنطوقة، الحروف الهجائية. تصوروا من 29 حرف هذه، منها 18 حرفا تخرج من اللسان. لذلك جرت العادة أن تطلق كلمة اللسان ويراد بها اللغة كلها ويراد بها النطق كله. قال الله تعالى: بلسان عربي مبين، وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. طبعا ليس كل الحروف تخرج من اللسان، لكن هذا من باب التغليب. فكلمة اللسان هي العضو الذي خلقه الله جل وعلا، وهو ملتصق من آخره، حر طليق من أوله. هذا العضو يخرج منه 18 حرفا. طبعا إذا أردنا الدقة المتناهية، عندنا 18 حرفا هي تخرج من اللسان، يعني لها 18 مخرج، 18 الحرف لهم 18 المخرج. لكن من باب أن هذه الحروف متقاربة جدا في المخارج، فنجد أن أحيانا الحرف والحرفان والثلاثة يخرجون من مخرج واحد. يعني كما سيمر معنا لما نتكلم عن وسط اللسان، سنجد أن الجيم والشين والياء كلها تخرج من وسط اللسان. أيضا لما نتكلم اليوم إن شاء الله عن أقصى اللسان، نجد أن هناك حرفين يخرجان من أقصى اللسان.
فإذا أردنا الدقة المتناهية، بما أن عندنا 18 حرف تخرج من اللسان، معناها عندنا 18 مخرج في اللسان. لكن كما أسلفت من باب التقارب في هذه المخارج، يعني علماؤنا رحمهم الله جعلوا الحرف أحيانا الحرفين أحيانا الثلاثة يخرج من مخرج واحد، فعندنا 18 حرفا تخرج من 10 مخارج. أول هذه المخارج الخاصة من المخرج الرئيس وهو مخرج اللسان عندنا أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طبعا لما نقول أقصى اللسان، لو مثلت يدي هذه باللسان، عندنا هذا طرف اللسان وهو أقرب منطقة من اللسان إلى الأسنان وإلى مقدمة الفم، عندنا وسط اللسان، وعندنا أقصى اللسان، بعد منطقة أقصى اللسان عندنا جذر اللسان. فمن هنا من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، والحنك الأعلى له أقسام، آخر منطقة من الحنك الأعلى هي اللهات، واللهات هي القطعة والتي نراها حينما نفتح أفواهنا كما أسلفت أمام المرآة. أنا حصل مني سبق لسان وقلت أن لسان المزمار هو الذي نرى، طبعا لا نرى لسان المزمار، وإنما الشيء الذي اللحمة التي نراها متدلية في الفم إذا فتحنا أفواهنا أمام مرآة هي اللهات، وهي آخر منطقة من الحنك الأعلى. فعندنا اللها، بعد اللها عندنا الحنك اللحمي. الآن لو لمسنا بألسنتنا آخر منطقة في الحنك الأعلى نجد أنها منطقة رخوة ورطبة، هي منطقة لحمية، فهي التي نسميها بالحنك اللحمي. إذا قربنا شوي جهة مقدمة الفم ولمسنا بلساننا الحنك الأعلى، نجد أن المنطقة التي تلي المنطقة اللحمية هي منطقة عظمية صلبة، هذه المنطقة نسميها بالحنك العظمي. لو قربنا شوي جهة الفم وجهة مقدمة الفم، نجد أن المنطقة أصبحت فيها شيء من التجاعيد، هذه المنطقة المتجعدة من الحنك الأعلى هذه نسميها بمقدم الحنك. بعدها عندنا اللثة، طبعا لا نقول اللثة كما يقال في العاميات، إنما هي اللثة بتشديد اللام وكسرها وفتح الثاء المثلثة. هذه اللثة هي اللحم الذي نبتت فيه الأسنان. فأقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي، انتبهوا، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي يخرج حرف القاف. طبعا سنرى هذا موضحا من خلال الصور التوضيحية، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، فحياكم الله. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل نصح. يمكنكم متابعة إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليط والخمس ومسلاتة عبر الأثير 89.3 FM. كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة عبر الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. لكل ناصح.
السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنت قبل الفاصل أتحدث عن أول مخرج من المخارج الخاصة من مخرج اللسان، المخرج الرئيس، وذكرت أن أول مخرج من هذه المخارج هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، الحنك اللحمي. نرى الآن على الصورة التوضيحية مخرج حرف القاف. نلاحظ أن أقصى اللسان، المنطقة الملونة باللون الأزرق، قد ارتفعت وقرعت المنطقة التي نسميها بالحنك اللحمي. طبعا بإمكانكم أن تجربوا هذا، أق أق، أنطق القاف وهي ساكنة، ستلاحظوا ارتفاع في أقصى اللسان كما نرى على اللوحة. هذه المنطقة قد قرعت ولمست الحنك اللحمي. إذن هذا هو مخرج حرف القاف، أق ق قي قو، يقتلون، قال، قيل، يقول. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي. المخرج الذي بعد مخرج القاف، طبعا هما من نفس المكان، يخرجان من أقصى اللسان، هو حرف الكاف. الكاف هو أيضا يخرج من أقصى اللسان، لكنه أقرب بقليل إلى مقدمة الفم. فاللسان يخرج من أقصى اللسان، من أقصى اللسان، نعم، الكاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طبعا الذي يحاذيه من الحنك الأعلى هنا الحنك اللحمي والحنك العظمي معا. لاحظوا كيف أن مخرج حرف الكاف قد اقترب قليلا جهة مقدمة الفم. جربوا هذا، أك أق، انطقوا قاف ساكنة ثم انطقوا كاف ساكنة، أق أك. لاحظوا أن مخرج الكاف هو أعلى بقليل من مخرج حرف القاف. نرى هذا موضحا من خلال الصورة الثانية التي تبين مخرج حرف الكاف. نلاحظ أن أقصى اللسان قد ارتفع وقد قرع الحنك اللحمي والحنك العظمي معا. طبعا المنطقة الزرقاء هي منطقة التلامس والقرع بين أقصى اللسان مع الحنك الأعلى، الحنك اللحمي والحنك العظمي معا. أك يك، كتبون، كتب، كتب، كتاب. إذن هذا هو المخرج الثاني أو الحرف الثاني الذي يخرج من أقصى اللسان. إذن عندنا حرفان يخرجان من أقصى اللسان، حرف القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بين هلالين، الحنك اللحمي، أعلى منه بقليل مخرج حرف الكاف الذي يخرج من أقصى اللسان، طبعا هو أيضا يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، الحنك اللحمي والعظمي معا. إذن بهذا نكون قد عرفنا الحرفين اللذين يخرجان من أقصى اللسان. إن شاء الله سنواصل في الحلقة القادمة ذكرى مخارج اللسان، لأن اللسان مخرج رئيس، انتبهوا لهذا. عندنا الجوف ومخرج الرئيس، الحلق مخرج الرئيس، اللسان مخرج رئيس، كذلك الشفتان، كذلك الخيشوم. هذه المخارج الرئيسة كمخرج اللسان وكمخرج الحلق تحوي مخارج خاصة، كما لما تكلمنا على مخرج الحلق هو مخرج رئيس، قلنا هناك أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، بس الحروف التي تخرج من الحلق هي قليلة، 6 أحرف فقط. لكن في اللسان عندنا 18 حرف تخرج من اللسان، فنحن إن شاء الله سنوضح مخارج هذه الحروف مخرجا مخرجا، ونبينها إن شاء الله ونشرحها شرحا وافيا كافيا
بإذن الله جل وعلا. الآن نتلو التلاوة المنهجية وهي الصفحة 71 بعد 183 من الآية 84 إلى الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء. أتلو وكما هي العادة أسر وأسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. صدق الله العظيم. نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته. معنا أول متصلة الأخت صفاء. السلام عليكم.
حياك الله يا صفاء، أنت على الهواء. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. يا صفاء، هل تقرأين برواية حفص؟ نعم. طيب، رقق الراء. واغفر لأبي إنه واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا. اسمعيني يا صفاء. فكبكبوا. طيب، جزاك الله خيرا يا صفاء، ما شاء الله تلاوتك جيدة. انتبهي، فكبكبوا هكذا. أيضا انتبهي لأحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق. واغفر، الراء ساكنة، مكسور ما قبلها، إذن هذه الراء مرققة. أيضا وبرزت، هذه الراء مكسورة، إذن هي أيضا مرققة. الضالين، هذا مد لازم كلمي مثقل، نمده بمقدار 6 حركات. تلاوتك جيدة، زادك الله توفيقا يا صفاء. معنا وصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلني لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين.
ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حسبك بارك الله فيك يا وصال، ما شاء الله قراءتك جيدة وقد تحسنت كثيرا، زادك الله توفيقا. الآن نخرج لفاصل قصير، نواصل بعده بإذن الله تلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته، ابقوا معنا. والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. السلام عليكم، حياكم الله، ما زلنا في استقبال اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءة. معنا الأخ منذر، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا منذر، أهلا وسهلا، تفضل بالقراءة. يا شيخ مدرسة الطارق. سورة ماذا؟ سورة الطارق. الطارق، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. انتبه للغنى. خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله فيك يا منذر، ما شاء الله تلاوتك جيدة، بس يا منذر أريد منك أن تهتم بأمرين. الأمر الأول أحكام الراءات، لابد أن تتعلم وتعرف
أن الراء لها أحوال، إما أن تكون مفخمة وإما أن تكون مرققة. يعني تعرف أحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق، متى نفخمها الراء ومتى نرقق الراء، وتتدرب على هذا يا منذر. أيضا انتبه إلى الغنن، لما يمر معك في القراءة نون أو ميم حكمها الإدغام، أو نون وميم مشددة، فلا بد أن نعطي هذه الميم والنون حقها من الغنة. أيضا لما يمر معنا ميم ساكنة أو نون ساكنة حكمها الإخفاء، أيضا هذه نحتاج إلى أن نعطيها حقها من الغنة، لابد أن تتدرب على هذا يا منذر. معنا الأخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أهلا وسهلا يا محمد، فضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله، كم عمرك يا محمد؟ 9 سنوات، ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، شكرا. منذر، أيضا هناك كلمة حافظ، أنت لما وقفت عليها قلت حافظ، حافظ آخرها ضاء وليست ضاد، وحرف الضاء يا منذر يخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، جرب أض، يعني طرف اللسان هذا يلامس أطراف الثنايا العليا، يعني السنين هم الأولات اللي فوق أطرافهم، من هنا يحصل تلامس بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، حافظ ولا نقول حافظ. من معنا؟ أميرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أميرة، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلني لسان صدق في الآخرين. قلقي للجيم، واجعلني لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا تفخم الواو يا أميرة. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أو، ولا نقول أو، الواو ليست من حروف التفخيم، ليست من حروف الاستعلاء. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. كلا إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين
ولا صديق حميم. فلو أن لنا قرة لا تفخم الكاف من لا تفخم الكاف يا أميرة. فلو أن لنا كرة ولا نقول فلو أن لنا كرة. الكاف حرف مستفل ك كرة هكذا. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حسبك بارك الله فيك يا أميرة. انتبهي لحروف الاستعلاء التي مستحقها التفخيم وحروف الاستفال التي مستحقها الترقيق. حروف الاستعلاء فقط هي خص ضغط قض، هذه الحروف مستحقها التفخيم. أما بقية الحروف باستثناء اللام من لفظ الجلالة والراء والألف لأن لها أحوال خاصة، بقية الحروف كلها حروف مستفلة مستحقها الترقيق. يعني لا نفخم الواو، لا نقول أو كذلك لا نفخم الكاف، لا نقول كرة، إنما كرة الكاف من حروف الاستفال. انتبهي لهذا. معنا الأخ محمد، السلام عليكم. طيب الأخ عبد الله حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا، التعوذ أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب بارك الله فيك يا عبد الله، كم عمرك؟ كم عمرك يا عبد الله؟ ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك في عمرك في طاعة الله وطاعة رسوله. بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك، تلاوتك جيدة، أسأل الله أن يزيدك توفيقا. في الصفحة التي تلوناها، بس هناك جزئية قبل أن نتكلم على ما في الصفحة من خلف. الأخت أميرة بقيت لي ملاحظة لما وقفت على قوله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، أنت وقفت على هاء ساكنة. الهاء الكلام للأخت أميرة ولكل المشاهدين والمستمعين، الهاء تخرج من أقصى الحلق من منطقة الأوتار الصوتية. عندنا الهاء وعندنا الهمزة كذلك يخرجان من ذاك المكان وهو أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية. الهاء تخرج بالتقارب الشديد بين الوترين الصوتيين، تخرج بالتقارب الشديد بين الوترين الصوتيين. أنت يا أختي أميرة لما نطقت حرف الهاء، الهاء الساكنة هنا، لم يحصل تقارب شديد بين الوترين الصوتيين عندك، لذلك خرجت الهاء هكذا من دون الله هكذا. فأنت استهلكت هواء كثيرا ولم تخرجي هاء صحيحة. لابد أن يحصل هناك تقارب شديد بين الوترين الصوتيين، وهذا التقارب وهذا الاحتكاك ينتج عن الهاء الفصيحة الصحيحة هكذا. من دون الله هكذا، لأننا لو بعدنا بين الوترين الصوتيين كما قلت
سيمر هواء كثير ونخسر الهواء الذي برئتينا، ومع كل هذا التعب وكل هذا الخسران لا تخرج هاء صحيحة. فننتبه لهذه الجزئية، الهمزة تخرج بانقفال الوترين الصوتيين، أو هذه الهمزة الساكنة، الهمزة المتحركة تخرج بتباعد الوترين الصوتيين، أما الهاء يحصل هناك تقارب شديد بين الوترين الصوتيين، هذا التقارب وهذا الاحتكاك ينتج عنه صوت الهاء. لذلك لو تتذكروا لما تحدثنا عن كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة، ذكرنا أن من الطرائق التي تحدث بها الأصوات في الطبيعة هي احتكاك جسم خشن بآخر، لما تكلمنا عن مسألة المنشار. كذلك عندنا في جهاز النطق الإنساني، سبحان الله، يعني كل الطرائق التي تحدث بها الأصوات في الطبيعة طواها الله جل وعلا في جهاز النطق البشري. فعندنا حروف تخرج بالتصادم، وعندنا خروج حروف تخرج بالتباعد، وعندنا حروف تخرج بالاهتزاز، وعندنا حروف تخرج بالاحتكاك، كما هو الحال في حرف الهاء الذي ينتج عن التقارب الشديد بين الوترين الصوتيين. في الآية 86، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، قرأ حفص رحمه الله بإسكان الياء، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، طبعا وهو على أصله في المد المنفصل. أبو عمرو رحمه الله يدغم الراء في اللام، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، طبعا بخلف عن الدوري، والإدغام هو طريق التيسير. عندنا في الآية 104، وهي قوله تعالى، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، طبعا هذه مرت معنا كثيرا، لهو بإسكان الهاء، قرأ قالون رحمه الله وقرأ أبو عمرو رحمه الله، أما حفص وورش فقد قرأ بضم الهاء، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فاتنا شيء في الآية 92، وهي قوله تعالى، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، طبعا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هنا رأس آية يعده الكل باستثناء البصري، يعني من يقرأ برواية الإمام الدوري رحمه الله وبقراءة الإمام أبي عمرو، ليس عندنا رأس آية هنا، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، هذه كلها آية. ينتبه لهذا إخواننا الذين يقرؤون بقراءة الإمام أبي عمرو، أما عاد من يقرأ للمدني أو يقرأ للكوفي ما عندناش مشكلة، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون هنا رأس آية، ونقف على هذا الموضع اتباعا واقتداءا بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يقف على رؤوس الآي. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترى عين الرحمن وصدور تشتاق.